ديال لو كوتي اللي تاسس تاسس تما في الوراق في, في ستاتوي اما هو كان قديم كان في السينات نمشي كان في السينات اللي في كامبو دولامل ولكن في 72 تاسس بالوراق اوفيسيال في ستاتوي ديالو بلاحيت اه لاحيت اه الاعضاء لاحيت المسيد المكتب اه تاسس في 72 في المقر ديال اللي حدا خلينا ما مر هذا اه البريد المغربي يعني. بالنسبه للتاسيس ديالو قلتي في البدايه كان في, في الستينات يعني يمكن تقول لنا أه طيب بعض الحال عندي اللي أه ساهمت في, في التاسيس يعني طبعا شركه بشركه لوكوس هي اللي كانت شوف نقول لك واحد القضيه صعب قدر هذا النادي هذا النادي هذا تسمى على نادي لوكوس على ما على ما اعتقد على شركه لوكوس اللي كانت انذاك تعطيهم واحد السيبونسيون سنويا ماشي يديروا واحد الكونكور قبل حاجه تقول لك سبونسور ديال 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 كلوب ملي كان ملي كان ملحه طبيعي ملي كان كوميديو كيعطيو ملحه طبيعي الحال و وفي 73 بليطو في 92 من تاسس من درنا كاس كأسلمس... كاس العرش على المستوى المغرب كانت هنا في المغرب الجديد كان باقي كسمى كيف